14 جانفي هو ذكرى للثورة التونسية، ومنع التونسيين الأحرار ومنع التونسيات الأحرار هو تراجع رهيب، هو ضرب لكل مكاسب الثورة التونسية، حق التوانسة في التنظم وحق التوانسة في التظاهر. اليوم من حقنا 14 جانفي في ذكرى الثورة، ثورة اللي ماتوا من أجلها شهداء، ثورة اللي عزتنا وكرامتنا. اليوم والله العزيز أنا دموعي هبطوا كي شفت تونس هكايا، معناها قمة الإهانة. نحن تحكمنا يحكمنا العسكر ويحكمنا البوليس، قيس سعيد ليس له إلا العنف يحكم به فقط.